خط سر الحلقه، الحاجه اللي بتاخد وقت كبير في النار احنا بنبدا بيها. البطاطس خلاص خلصنا منها والدوشه بتاعتها هي بتستوي في الفرن. انا بعلمك ازاي تنظمي وقتك لما تخش المطبخ. انت اولى بكل دقيقه من وقتك، ممكن تكون قاعده في الصالون، قاعده مع اولادك، زي ما انت عايزه، بس لما تكون واقفه في المطبخ واقفه بتركيزك بصحتك بكل حاجه. فاستغلي الوقت في ده في انك تعملي كذا طبق ممكن ما تاكلوش النهارده تاكليه بكره، زي البطاطس دي ممكن تقعد عندنا يومين ثلاثه ناكل منها، مفيش اي مشكله. انا هشوف دلوقتي مقادير كفته الدجاج بالسبانخ، ودي حاجه جديده لطيفه وجميله، وبهديها للاطفال الحلوين وكبار السن اللي مش بيحبوا السبانخ، لما لقوها جوه فراخ بالتاكيد هياكلوها. معانا سبانخ صورتها جميله بتتكلم مصر على الشاشه، معانا صدور فراخ مفرومه، معانا توم وبصل وشويه برغل مغسولين ومنقوعين، ومعانا توم وبصل والبهارات بتاعتنا. تعالوا نشوف ده بنشتغل فيها ازاي مع بعض ومقاديرها على الشاشه. حلو الكلام، مقادير كفته الدجاج بالسبانخ، حلو قوي. طبعا في المقادير بياض بيض، انا بدعم الاكله هنا، مش بدعمها بان انا احط مكونات وخلاص، لا، يعني طالما في فراخ في سبانخ في بياض بيض، كالسيوم بوتاسيوم معادن، احنا بنعمل بقدر الامكان الاكله تكون صحيه اولادنا يستفيدوا بيها. هناخد صدور الفراخ اللي اتفرمت دي كده معانا بالشكل ده كده، ممكن تجيبيها من عند الراجل الفرارجي سليمه زي ما هي وتقطعها مكعبات او تخليها زي ما هي مفيش مشكله، اهي بتنزليها في الكبه بتاعتك كده. الكبه دي بتجيبيها من مصروف البيت، بلاها تجيب انك نجفه، بلاها انك تجيبي حاجات من الحاجات المنزليه، ولكن لما تجيبي كبه حلوه دي بتديك فرصه انك انت تبدعي في المطبخ وتعملي حاجات كتيره حلوه. معانا برغل، البرغل ده اللي بنستخدمه في سلطه التبوله، ده بيتغسل مره واتنين وتلاته ونسيبه على جنب، ده بيتاكل ني على فكره، بس بيستخدم دايما في عمايل الكبيبه، في اطباق الكفته، في اطباق السلطات زي ما احنا عايزين. برغل ده منه الناعم ومنه الخشن، منه اللون غامق ولون فاتح، يفضل استخدام اللون الفاتح في عمل اطباق الكفته. هناخد البرغل ده نحطه هنا كده نص الكميه. هناخد يا عم الشيف بصل ناعم، بنحطه هنا مفروم ناعم عشان الكبه تفرمه بسرعه عموما يعني. ناخد ثوم مفروم ناعم، حلو قوي. بياض البيض، فصلنا البياض عن الصفار، بناخد البياض بنسقطه هنا اهو. هنا بقى الكفته بتاعتي دي هتتفرجي عليها دلوقتي، كل دول مع بعض يا عم الشيف زي الفل. مش هحط توابل دلوقتي خالص، هحط ورقتين نعناع حلوين عشان الشماخه بتاعه البرغل، بتعملوا كبيبه اللي هي الكبه، اخواننا في الشام السوريين واللبنانيين يسموها كبيبه، كبه مقليه، كبه شاميه، كبه سمائيه، كبه رمانيه، كل دي انواع عجينه الكبيبه اللي هي برغل ولحمه. دول ورقتين نعناع حلوين عشان الشماخه بتاعه البرغل، حلو الكلام؟ لان البرغل ده اللي هي الحبوب القمح الصلبه بتتجاب وتتصنع وطالع منها، يعني البرغل ده مش شجره بتطلع برغل، لا، ده البرغل ده القمح الصلب بيطلع منه برغل ناعم وبرغل خشن. كل دول مع بعض هنقفلهم كده ونشغل الكبه بتاعتنا من غير اي توابل خالص. اللهم صل على النبي، يلا. بنعتذر عن الصوت، نبص كده الخليط ده كده طبيعي، بنلم المكونات دي كلها بالشكل ده كده اهو، شايف الخليط ده؟ دي فراخ مفرومه معاها برغل، تلاقي اللون الابيض ولطيف ازاي اهو، معاها بصل، معاها توم، توابل مفيش، نفرمها كمان فرمه صغيره ونشوف هنعمل ايه بعد كده.
خلص الكلام، هنشيل دي كده مع بعض ونوسع لنفسنا، ده الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجات الصغيرة دي تحافظ عليها، سكينة الكبة دي ما تحطهاش في الحوض، لأن خلصت أكل، وطبيعي الواحد لما بياكل بيهدى شوية، ممكن تلاقي السكينة دي في قلب الحوض تعمل لك مشكلة. حلو الكلام؟ الحاجات الصغيرة دي بتفرق معانا في المطبخ. أو بنوتك دخلت تغسل الحاجة في قلب الحوض بتاع الغسيل تجرح صباعها إيديها. الحاجات اللي أنا بقولها دي بتحصل في كل بيوت، خلي بالك، إحنا مش بنخترع الذرة. إحنا بنتكلم من واقع البيت، سواء البيت العربي البيت المصري. دي لو حطيتيها في قلب الأطباق أو في قلب الحاجات اللي موجودة في قلب الحوض ممكن تسبب لنا مشكلة، فخليها بره قدام عينيك تغسليها لوحدها. حلو الكلام؟ آه. خليها على جنب كده ونشيل ده كده. آه. ده الخليط اللي أنا بفرمه من شوية. حلوة. ايه الجديد يا عم الشيف؟ ايه اللي انت عملته هنا؟ اصبر على رزقك يا حاج احمد. اه هناخد ده كده. حلو. وناخد السبانخ اللي موجوده عندنا. اه دي سبانخ طازه زي الفل اللي بتتكلم مصري من خير ارضنا، زي ما هي كده باخدها وتحت ايديا وحيات عينيا. اه شفت السبانخ الحلوه دي كده؟ اه الاطفال اللي مش بتحب السبانخ ومسيرك يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه. اه الفرمة دي لازم اه بالشكل ده كده. هيجوا الفلاسفة يقول لك الشبه المغازي ليه ما حطهاش مع الكبة وفرمها وريح راسه؟ بقت ملوخية، بقت الخضرة بتاعت القلقاس يا قلقاس، ما ينفعش خالص. اه بالشكل ده كده. اه الفرمة دي مطلوبة. ناخد السبانخ دي كده نسقطها هنا. تاني اللي ما خدش باله من الأول ياخد باله من التاني. اه ناخد السبانخ دي كده يا عم الشيف ونفرمها. وما تقوليش لاولادك دي سبانخ. دخلت المطبخ عملت طبق جديد شفتيه على القناه الاولى مع الشيف المغازي. بعد ما ياكلوا واستطعموا، يا ماما ايه الاخضر اللي كان في الكفته الحلوه دي الجميله دي؟ دي سبانخ يا حماده. سبانخ يعني حديد مستودع من المعادن، يعني تعالج الانيميا، يعني قيمه غذائيه عاليه جدا زي ما هي كده. اه اه يعني بنتكلم عن اكله حلوه، واللي عنده معلومه حلوه عن اكله حلوه بيفيد المجتمع. ست الكل قالت وصفه لطيفه وجميله، سبانخ جراتان باللحمه المفرومه. تسلم ايدك يا ست الكل. احنا حطينا كل حاجه، نعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخد كل ده مع بعضه ونقلب كده. طبعا خلي بالكم انا هنا عامل تركية لطيفه، البرغل هنا هو سيد الموقف. البرغل اللي انا حاطه مع الدجاج هو اللي بيلم الشمل ده كله، والبياض البيض هيلعب دور مهم كبير هنا. شفت الجو ده كده؟ ودعك ده كله مع بعضه كده، واتاكد ان السبانخ دخلت في كل التفاصيل. الله، لغايه دلوقتي كده احنا زي الفل. عايز اعمل انا بقى راس الكفته. معايا من المكونات بتاعتي دقيق. اه واقلب الخليط ده كله مع بعضه. انزل بالتوابل بالمره معلش عشان كله يبقى مع بعضه. توابلنا ايه يا عم الشيف؟ نفس التوابل، بابريكا اللي انت حباه بقى اهو. وجود المعلقتين الدقيق هنا هم اللي هيلموا لي الشمل ويظبطوا لي التقليبه دي كلها. ونحط معانا الهريسه، معانا فلفل احمر اهو زي ما هو كده مخرجنا الجميل بعد اذنك. اه ده دي مكونات الهريسه بالظبط. اه زي ما دي كده بتشيل البذر منه يا مرام وتجففيه. في طريقتين للتجفيف. الطريقه الاولى بنقطعها نصين ونحطها في مكان تهويه ونسيبها يومين ثلاثه اربعه لغايه لما تنشف تتيبس يعني، وتتفرم في قلب الكبه، يتحط عليها زيت زيتون وتتحفظ في الثلاجه اللي هو البراد يعني بسموه. الحاجه الثانيه ان هي تتفرم زي ما هي كده، ودي طريقه سريعه، وتحط عليها توم وزيت زيتون وتحط ببرطمان. ولكن ايهما اصلح؟ ان انا ايبسها او انشفها بتاخد وقت كبير وتتخزن فتره طويله. لو طحنتها طازه زي ما هي كده وحطيت عليها زيت زيتون وتوم وحفظتها تستخدم يوم او اتنين. انما في حاله ان انا حابب اخزنها، في حاله ان انا حابب اخزنها ان انا ايبسها واحطها عليها توم وزيت زيتون
وابدا اخزنها يوم وثلاثه واربعه عندنا في الثلاجه. يا نعم يا ست الكل. لا لا خالص. حلو، ناخد ده كده مع بعض اهو. تقليبه دي شفت دي عمل ايه؟ اه بعد التوابل بتاعتي اه. عندي بقى صينيه كاسرولة، ادي كفته السبانخ بالدجاج كلها سبانخ اللي اكل منها بألف انا وشفتها. هعمل ايه دلوقتي؟ زي ما هي كده اجيب كاسرولة هتخش الفرن ونشويها في الفرن، تطلع تلاقي الصوص الاحمر الحلو من صلصه الطماطم. ولادك حابينها بالوايت صوص اهلا وسهلا، حبينها بالصوص الاحمر اهلا وسهلا، بالبنك صوص اهلا وسهلا حسب الرغبه. هناخد الصينيه دي كده ونحط في ارضيتها شويه زيت زيتون ونشويها في الفرن. اه حلو زي الفل تمام. اه كده. اللهم صل على النبي. شغالين مع بعض. خدي مني بقى المعلومة دي كده، انت عملت كفتة زي دي كده فيها عناصر غذائية كتير، ايه المشكلة لو جبتي شوية عين جمل طحنتيهم وحطيتهم في قلبيها؟ حلو، دعمت الكفتة بأوميجا 3. جبت شوية لوز يا مزاج اللوز وطحنتيهم حطيتيهم فيها، تبقى دعمتيها باللوز. اه وهكذا. اه شغالين مع بعض. درجة حرارة الفرن عندي 180 كده كده، الفرن فيه بطاطس بتتشوي. اه حلو. في كتير بيسألوا على السوشيال ميديا، جوزي بيبقى بره مع اصحابه بياكل اكله معينه بيطلب مني ان انا اعملها في البيت. عم احمد اكل اكله حلوه مثلا، اختراع مثلا، بطاطس بجبنه، جمبري بجبنه، وعايزني اعملها له في البيت. اعمل ايه يا عم الشيف؟ الراجل اكل حاجه حلوه المفروض يجيب منها على البيت ويقول لمراته لست الكل والله انا شفت الطبق ده عجبني وتعالي اعملي لي مثلا البطاطس اللي بالجبنه دي كده، وهكذا. يبقى في هنا تواصل اسري بواسطه اكله حلوه. تقوم هي الست الكل اللي بتحب ولادها وجوزها هتشوف البطاطس اللي اتعملت بالجبنه، بطاطس بتتقلي بتحط عليها جبنه شيدر مطبوخه او جبنه شيدر مبشوره، بتحط لها حليب وزبده وتسيح وتتحط على البطاطس المقليه. هو اختراع بس عجبه، او ان احنا اتعذبنا بره، ايه المشكله لما نخش البيت نعمله بنفسينا ونساعد البدام في الحاجه دي؟ وده يعتبر اي حاجه حلوه. انا حبيت بس اتكلم عن الموضوع ده لان بيسالوا كتير. شيف مغازي والله ولادنا جوزي بيحبوا ياكلوا بره، بيعجبهم الاكل بره، وبطلب مني ان انا اعمله في البيت وهكذا. كفته زي دي طبعا مش هتلاقيها بره خالص، خلي بالك ده اختراعك انت علشان انت بتتابع القناه الاولى وتشوفي الابداع الطهوي للشيف المغازي. اه حلو. درجه حراره الفرن عندي 180 وتعملهم قد بعض كده. اه تاني. اه كلها سبانخ كلها حديد. اه زي الفل. دول كام يا عم شفيق مخرجنا الجميل؟ 3×3 ب12. حلو، 3×4 ب12. حلو قوي. بيقول لك الشيف بيحسب غلط. هنشيل دول كده ونخليهم على جنب. درجة حرارة الفرن عندي 180، رشة جريئة من زيت الزيتون وندخلها الفرن يا عم الشيف عشان ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع نشوف ازاي السلطة الروسية اللي مشهورة ببعض المطاعم بتتعمل. شوف البطاطس في الفرن يا مخرجنا يا جميل يا مدلع، هو ده. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. اه كفتة الدجاج بالسبانخ في قلب الفرن تتحط في ارضية الفرن عشان يجي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ والصورة الحلوة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى.